استقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي الرئيس فيليكس أنطوان. ويشمل برنامج الزيارة لقاء بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس الكونغو، تليه جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين السوداني والكونغولي. كشف ناظر عموم قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك تفاصيل جديدة حول لقاء قيادة الشرق على مائدة إفطار رمضاني للسفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر. وقال ترك للسودان الآن 24 إن المناسبة شكلت تلاقي لأهل الشرق تداعوا خلالها للعفو في شهر رمضان الكريم ومن منطلق ديني. وكان ترك قد امتدح خلال الإفطار مواقف المملكة الداعمة للسودان على كافة الأصعدة والمستويات. قالت وزير الخارجية مريم الصادق المهدي إن الخلافات بشأن السد يمكن حلها خلال ساعات إذا توفرت الإرادة السياسية. وأكدت مريم في مقابلة مع بي بي سي أن موقف السودان ثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل، واتهمت أثيوبيا بأنها لا ترغب في ذلك وإنما تسعى لفرض الهيمنة وترقيع الدول الأخرى. التقى وزير العدل نصر الدين عبد الباري بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو بجنيف بدارين تانغ مدير عام المنظمة. وأوضح الوزير خلال اللقاء سعي وزارته لتطوير العمل في كل أقسام الوزارة ورقمنتها بما يمكن من تقديم خدماتها للمتعاملين بالكفاءة والسرعة المطلوبتين. أصدر ولي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي قرارا قضى بموجبه حل المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بالولاية، وتضمن القرار تكوين مكتب تنفيذي جديد إلى حين صدور قانون الحكم المحلي.